موقع كلامكم مرة أخرى في ضيف آخر الدكتور أحمد طوالة، أستاذ خبير في التواصل والتنمية، وهو أستاذ مشارك في هذه المناظرة بمداخلة حول الديمقراطية التشاركية. أهلا بك دكتور. شكرا، مرحبا، مساء الخير. بالمناسبة أشكر قناة كلامكم وقناة اللي تتبع أحداث وطنية وجهوية وإقليمية، مشكورين على هذا التتبع ديالكم وعلى إبلاغ وتوصيل المعلومة لكل المواطنين والمواطنات. بداية هذه المناظرة في وقت سياق وطني ونموذج تنموي جديد لدى به سيدنا جلالة الملك بن عيسى نصر الله، وهي دور في خطبه الأخيرة والحث الحديث على هذا النموذج التنموي وعلى بلورة نموذج تنموي بمقاربة تشاركية. ولا جينا نتكلم على المقاربة التشاركية، نتكلم كذلك عن الديمقراطية التشاركية، بما أن المقاربة التشاركية هو واحد الركن الأساسي حتى في الصفحة الدستورية 2012 اللي تقوم المقاربة التشاركية بدور كبير جدا وأساسي، تتخذ واحد الحيز كبير في كل المؤسسات ديال الدولة. تنجوف هذا اللقاء باش يسمع صوت المجتمع، السلام عليكم ورحمة الله، موقف المجتمع المدني، قراءة المجتمع المدني كيفاش غادي نموذج تنموي جديد، نموذج تنموي جديد. غادي نحاولوا ما نمارسوش الأستاذ ديالي، لأن الحمد لله حضور كل واحد أستاذ في الميدان ديالي، حاولوا نقربوا، غادي نحطوا الشمل ديال المؤسسات حلقة البرلمانية المجتمع المدني باش كلشي يستافد من شي التصور ديال النشاط ديال المجتمع. اذا نقدر نكرم الوقع هذا اللي نفسي اللي نوض عليه، راه بحال بحال يبقى شي مكان يجلس فيه التكامل. من انا لا ادري، نبغي نكون اكثر تفاؤليه. انا تنأمن بانه في المغرب كاينين مؤسسات المجتمع المدني لها اختصاصاتها، هذا هو خاصنا الناس يعرفوه، وعنده مجال اشتغاله. الاحزاب السياسيه لها مجالها، المجال اشتغالها واختصاصاتها، النقابات لها مجالاتها، كل مؤسسه لها مجالها. ولكن عندنا قبل كنا كاين غياب تنسيق تواصل هكذا بين المؤسسات الحزبيه والمؤسسات لاسباب كثيره جدا. ولكن نتمنى ان يتقوى المجتمع المدني، لان من المؤشرات ديال الديمقراطيه في صورتها الحديثه الان، ما بقيناش نتكلموا على التعليم والصحه، اكثر ما ولينا نتكلموا دابا الان على المجتمع، مقومات ومرتكزات الديمقراطيه الحديثه هو التعليم والمجتمع المدني والمشاركه السياسيه. بمعنى كان عندك مجتمع مدني قوي في اقتراحاته، وقوه اقتراحيه غادي يساهم في بناء مثلا بين المؤسسات. مثلا نتكلموا على الديمقراطيه التشاركيه، نتكلموا بالمقابل الديمقراطيه التمثيليه، وما يمكنش الديمقراطيه التمثيليه اللي هي المنتخبين هي الانتخابات بشكل عام، كاع المؤسسات المنتخبه بهذه العباره ما يمكنهاش تبني في غياب المقاربه التشاركيه، تشارك المواطنين، النقابات، الجمعيات، كل المواطنين والمواطنات. حيت يكون التكامل، انا تنظر للمساله على انه يكون تكامل بيناتهم ويتقواوا بجوج، لان حنا محتاجين مجتمع مدني قوي وقوة اقتراحية، تأكد بشكل جدا على القوة الاقتراحية. الجانب القانوني لا أعتقد باقي فيه شي إشكال، خاصة الجانب الدستوري. لاحظتي معايا الوثيقة الدستورية 2011 عطات مساحة كبيرة جدا لجمعية المجتمع المدني. دابا الآن المجتمع المدني حقه يقدم عرائي، يقدم ملتمسات، حتى في التشريع، حتى نصوص تشريعية، وهذا جديد في المغرب. بمعنى خاصنا غير الجمعيات نزيدوا نقوي خير في ذلك. تنأكد على واحد النقطة اللي مهمة جدا بالنسبة للجمعيات، هو التقرير محتاجينه، وهذا دور الأحزاب، هو الدور الأول ديال الأحزاب، ولكن كاين فيه واحد شوية ديال الفولودور. ولكن دكتور طوالة، يعني ما هو يعني القيمة اللي غادي يفاد هذا ترسيخ الديمقراطية التشاركية بإيجاد هذا التنسيق الفعلي، الديمقراطية التشاركية من خلال هذه السواعد ومن خلال الجنود الخفاء اللي تبارك الله قاموا بهذا العمل وتيوجدوا هنا. بين تشوف بالنسبة لك الديمقراطية التشاركية نزل على أرض الواقع، وهذا غادي يكون محطة أولى، وغادي يكون محطة أخرى اللي غادي تساهم